لو حضرتك من المهتمين بتاريخ الاقتصاد العالمي هتعرف إن كل فترة في نشاط معين هو اللي بيكتسح الأنشطة الأخرى. يعني مثلاً في وقت من الأوقات كانت شركات السيارات هي الأغنى في العالم، وفي وقت تاني كانت شركات التكنولوجيا، ومؤخراً بعد الكورونا طبعاً بقت شركات التسوق أونلاين. دلوقتي بقى اللي صاعد بقوة هو نشاط السيارات الكهربائية، وكلنا عارفين إيلون ماسك واحد من رواد النشاط ده ومن أغنى أغنياء العالم. عشان كده اللي بيقرأ المستقبل الاقتصادي صح هيكون في حتة تانية بعد أقل من 10 سنين، وده اللي مصر بتحاول تعمله حالياً في مجال السيارات الكهربائية، وده بإنها تكون رائدة فيها ولو إقليمياً. شركة النصر للسيارات بتصنع حالياً 25 ألف سيارة كهربائية كدفعة أولى للعام القادم، وهتتباع بدعم مادي من الحكومة ومن وراها شركات خاصة صاحبة رؤية، شركات بتنفذ عدد كبير جداً من محطات تموين السيارات في تجربة لو نجحت هتفرق معانا قوي. فكرة إعلان وزارة قطاع الأعمال عن إنتاج خط أو شركة النصر للسيارات تعود بسيارات كهربائية، ووجود محطات تموين شركة إنفينيتي حالياً وغيرها من الشركات اللي دخلت المجال ده، هل إحنا كده سابقين في مجال السيارات الكهربائية؟ أنت عندك ميزة مش موجودة في دول كثيرة. الميزة إن أنا عندي طاقة شمسية وفي توقيت معين من اليوم، إذن ما أنا أقدر أشحن عربيتي في فترة ما الطاقة الشمسية موجودة. يعني طبعا كله بيدخل في الشبكة، لكن معناها إن أنا أقدر أبني محطات كهرباء شمسية وأضمها للشبكة، وتتيح لي إن أنا بقول لك أستخدم الكهرباء في حاجات أخرى زي ما قلنا في تحلية المياه. دلوقتي التخطيط إن جنب كل محطة تحلية هيبقى في محطة طاقة شمسية تشغل محطة تحلية، بدل ما أخد من الشبكة كهرباء جاية من الغاز أو من البترول أو من أي مصادر أخرى، لا طب ما ناخد من الشمس. اتجاه العالمي للسيارات الكهربائية، ويعني المفروض كمان في شركة سيارات مصرية ملك للدولة هتنتج عربيات كهرباء، هل ده متخطط له في الطاقة الخاصة بيه؟ وده برضو ضمن نعتبره مشروع قومي آخر. يمكن احنا برضو كشركة إنفينيتي كنا أوائل الناس والشركة الوحيدة الرائدة في المجال إلى الآن. يعني احنا إلى زي ما أكلم حركة احنا مركبين 75 محطة إنتاج محطة شحن سيارات كهربائية من أكتر من 3 سنين متواجدين، وإلى الآن كان كل ده قبل التعريفة أو بيع تعريفة الشحن السيارات الكهربائية. إلى الآن يمكن بنشحن لأي حد عنده سيارة كهربائية، كنا بنشحن له حتى الآن مجاناً، لحين صدرت طبعاً تعريفة البيع الشاحن يعني الكهرباء من دولة رئيس الوزراء من حوالي شهرين. طبعا عندنا نوعين من الشواحن، شاحن الاي سي اللي هو البطيء تقدر تشحن عربيتك في المكان اللي بيشحن السيارات 4 ساعات، او الدي سي السريع بتقدر تشحن ما بين 20 ل 30 دقيقة. فكنا منتظرين نزول التعريفة، والتعريفة فعلا نزلت، واحنا حاليا مع جهاز مرفق الكهرباء بننظم القواعد اللي بتسمح لاي شركة تشتغل في المجال ده. وزارة الكهرباء بدأت تقعد مع مجموعة شركات، وفي مجموعة شركات مركبة كتيرة جدا، يعني يمكن في شركة تحديدا عاملة انستليشنز كتيرة في محطات بنزين، عملت تعاقد مع محطة كبرى فهتبقى في كل المحطات معاها تقريبا. بالظبط كده، وهي الفترة اللي فاتت دي انا عاجبني شغلهم في الماركت ان هم ركبوا كل المحطات دي وببلاش، اللي عايز يجي هم بس الموضوع كله انتشار، يعني عملوا حاجة و60 محطة كله بهدف الانتشار ان احنا موجودين وتعالوا جربوا لغاية لما يتحط لها تعريفة من الدولة. هل مشروعات زي شركة إنفينيتي وجودها في محطات البنزين بمحطات شحن سيارات كهرباء، هل في تعاون هيبقى مع الشركات الخاصة دي في إمدادها بالشحن، ولا هي هتعمل وحدات في نفس المحطة؟ لا، هو ممكن حضرتك إما الشركات بتنشئ المحطات الخاصة بها في أحد المناطق وتقدر إنها تنقلها عبر الشبكة، تقدر إنها تعملها في نفس المكان، ولكن ده ممكن هيبقى فيه محدودية في التزود بالطاقة الكهربائية المنتجة، لأن المساحات اللي موجودة في محطات الوقود بتكون قليلة بالمقارنة بالأماكن الصحراوية.
تقريبا كده العربيه اللي بتحط بنزين ب 100 جنيه بتاخد كهربا بكام زيهم؟ تقدر تقول حاجه لو بتكلفك مثلا 1000 جنيه العربيه للبنزين ده هتكلفك في الكهرباء 400 جنيه يعني بكل تفاصيلها. فهنا بقى على الجانب الاخر احنا طبعا في توجه طبعا معالي الوزير المهندس هشام توفيق طبعا دعم بقوة مصنع النصر، كلنا عارفين مصنع النصر للسيارات، انه بدأ يعني بقى بالتعاون مع شركة صينية هيبدأ يصنعه في بداية العام القادم حوالي كبداية 25,000 سيارة كهربائية اسمها E70 هتطرح للتاكسي والمواطنين والجهات المعنية، ان هم كبداية مرحلة اولى 25,000 هي قدرة المصنع يمكن قالوا لنا حوالي توصل 50,000، فده هيبدأ إنتاج المصنع يمكن من يناير 2022. فتزامنا بقى مع الموضوع ده يعني احنا هنعمل كيان كده ان شاء الله معاهم بحيث ان احنا نقدر كإنفينيتي نركب حوالي 3000 شاحن، علشان المواطن طبعا يهمه ان لما يشتري عربية كهرباء هو يقدر يشحنها في بيته طبعا، لكن في النهاية خرج بيها فمحتاج يسافر، محتاج نقطة شحن او محطة شحن. فيعني هنبدأ الأول بأربع محافظات كتركيب الثلاث آلاف شاحن دول اللي هو القاهرة والجيزة واسكندرية والقليوبية كمرحلة أولى. مصر صنعت بالفعل معالي الوزير هشام توفيق يمكن ركب واحدة فيهم 35 عربية، وهي فيري بروميسنج. لو احنا بنقول الغاز للعربيات التاكسي هو رخيص، لا الطاقة الكهربائية العربيات السيارات اللي تعمل بالطاقة الكهربائية أرخص بكتير. إن طلع قرار إن الأوتوبيسات اللي هتمشي على الدائري اللي بقى بالكهرباء، لا ففي طفره جامده جدا في المجال ده، والمجال ده واعد وممكن ان احنا نبتدي بقى يعني نخطط له صح. هل مصر فعلا ممكن تبقى رائده في المجال ده لان هي بداته بدري شويه عن مجالات تانية؟ اعتقد ده احنا هنبقى احسن حد في المنطقه بتاعتنا في الاعتماد عليه، يعني اعتقد ده احنا سابقين، وفي القطاع الخاص كمستثمرين في افكار كثيره بتشتغل، وانا احنا برضه بنشتغل عليه كار ان دي، بنشوف ايه اللي ناقصه في الماركت، إن أنا ممكن أطور من شاحن يزود في ثقة المستهلك في السيارات الكهرباء. لو في شاحن بطريقة معينة وفي تشارجينج بطريقة معينة بدأت تحصل له وتطمن الموضوع ده يبتدي يحول عربياته كلها كهرباء. هل ده بيهدد عرش البترول؟ طبعاً. بالنسبة لهيئة الطاقة المتجددة تنظر إلى الأمر من خلال بعدين، أن تكون السيارات الكهربائية وهي أحد المنتجات المستقبل، ويمكن دلوقتي بنشوف في بعض محطات التزود بالوقود بيبقى فيه في الباك يارد أماكن لشحن السيارات الكهربائية، بيكون في عندنا الطلب في المستقبل أن تكون الطاقة الكهربائية المستخدمة في إمداد السيارات من مصادر متجددة، وبالتالي ده يمثل أحد روافد الطلب على مشروعات الطاقة المتجددة في المستقبل، بالإضافة إلى بعض المنتجات المستقبلية مثل الهيدروجين وأيضا الأمونيا الخضراء وما إلى ذلك.